السلام عليكم المتتبعين الأعزاء والمتتبعات العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. السلام عليكم مازيغنين وثي مازيغين، إريفيين تيريفيين ماني مهتم، تمني إن شاء الله يا ربي أتيرين بخير وعلى خير وصح فنوم ورنتف أتيري مليح. في أول الفيديو كنرحب بجميع المتتبعين اللي اشتركوا معايا في قناتي، كنقول لكم شكرا، الله يجزيكم بخير. وكما كتجتمعوا معايا هنايا في قناتي، يا رب يا الحبيب يا الكريم يجمعنا في جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين. واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي كنقول له مرحبا بك وألف مرحبا طبعا إلى عقبلتي على قناتي المتواضعة، وإن شاء الله بكم الإخوان والأخوات ديالي الأعزاء المحبين ديالي، ان شاء الله بكم غادي نزيد القدام يا ربي وتكبر العائله ديالنا والله يجازيكم بالف خير. هنايا هذا النهار جيت نشارك معكم واحد الفيديو لانني شفت واحد الفيديوهات ما عجبنيش الحال الصراحه. انا لا اتدخل يعني بين العائلات ولا بين الاخوه ولا بين يعني المتخاصمين اللي ما عارفاش يعني اللي ما حضرتش عليهم وما حضرتش الواقع، يعني ما غاديش يقدر ليا نهضر في شي حاجه اللي انا ما عارفاهاش، عارفه غير من الفوق من الفوق وما عنديش اطلاع كامل. ولكن الحاجه اللي ما عجبتنيش هو انه دار صدقه لواحد الراجل حي، مازال حي يرزق، وهو دار له صدقه ديال الجنازه، وهذا الشيء بالموافقه ديال الاخت ديالو. يعني هاد الشيء ما عمرنا شفناه وكنعتقد انه ما عمرنا ما غادي نشوفوه. يعني ما توصلش الانسان، راه الموت سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مصيبه، قلنا الا نزلت عليكم مصيبه قولوا انا لله وانا اليه راجعون. يعني وطلب من الناس انه يعني الانسان اللي كتوقع له هاد المصيبه ديال الموت علاش كيمشي الانسان يعزي؟ باش يكون شويه ديال الصبر يصبروه، والله سبحانه وتعالى كينزل الصبر ديالو شويه بشويه. ولكن واحد الانسان حي يرزق مع انه يكون عندي الخلاف كيما داير، ولكن انا غادي ندير له الجنازه وغادي ندير له صدقه ديال الموت، هذا لا يعقل يعني وما كيتقبلوش العقل البشري. ويعني هذا الشيء راه كندخلوا مع الله سبحانه وتعالى، يعني نقتلوا اللي بغيناه ونحيوا اللي بغيناه، والله سبحانه وتعالى راه ما كيبغيش هذا الشيء. وعاود بالنسبه للاخوه، راه الدم ما عمره ما كيولي ما راه الدم، والاخر الكرش اللي جمعاتكم، والاخر البيت اللي جمعكم، والوالدين اللي يعني كتقاسموهم بجوج كتقولوا با لهذا وما لهذا بجوج بكم، راه ما عمر الانسان واخا يوصل فين يوصل ما خصوش يشفي فيه عباد الله. ولا كان وقع لك شي مشكل ما بين الاخ والاخت ولا الاخت واختها، يعني الارحام اللي مقربين، راه ما خصناش نشتاشروا شي غريب ونقولوا خويا دار لي ولا اختي دارت لي. لا، بغيتي تشكي سيري شكي للمقربين ديالك، لخوك ولا اختك، باش ما يضحكوش عليك عباد الله، لانهم هادوك اللي كتقولي لهم خويا دار لي ولا اختي دار لي، هادوك باغيين يتفرجوا ويشوفوا شنو غادي ديري، وفي التالي غادي يعايروك يقول لك انت اللي درتي لخوك ولا درتي لاختك، فين عاد انا اللي غريب عليك؟ راه اللحم ما عمره ما كيكبر على الضفر، راه اللحم كيبقى الاصل، والضفر هو الوسخ هو اللي كنحيدوه. علاش حنا كنحيدو الضفر؟ لانه عمرك شتي الضفر اللحم كبر على الضفر؟ ما عمره. وهكذلك الارحام، والله سبحانه وتعالى الارحام عزيزه عليه، ديما كيقولنا صلوا الرحم ديالكم وما تقطعوش وما تدابزوش وما تحافيوش، ولو انه كيوقعوا المشاكل ولو انه يوقع، ولكن الانسان كيحن كيحن في خوه ولا اختو، ما عمر كيبقى داك الشيء داك الصراع ولا داك الخصام الى الابد. يعيا الانسان يوقع سوء تفاهم ما بين الاخ واخته ولا ما بين الاخت واختها، ولكن كدوز واحد اللحظه كيحنوا وكيرجعوا للاخر لبعضياتهم، سبحان الله داك الدم اللي كيجمعهم كيتحرك الله سبحانه وتعالى، لانه شي حاجه عنده مقدسه وشي حاجه عنده يعني فوق كل شيء الارحام، ما كيبغيش الله سبحانه وتعالى تقطع ولا يدابزو ولا يوقع نقاش، ولو انه كما قلت كتحن كما كنقولوا حنايا كيوزوز داك الدم. ماشي واحد سلخ الكلب وواحد كلاه، ما نوصلوش لهاد الدرجه، وخص الكبار اللي معاكم يردوا لكم البال ويقولوا لكم فين غاديين اوليداتي، فين غاديين بهاد الشيء،
علاش كديروا هاد الشيء؟ علاش الانسان يقتل شي واحد اللي مازال حي؟ انا شفت الفيديو، صحاب لي بصح مات، وبزاف ديال الناس اللي شفت بطول عمره راه الموت ماشي بالفعل، ولكن بزاف ديال الناس اللي شافوا الفيديو كيحسبهم بصح مات. كنقولوا للاخوه، كنناشد الاخوه فين ما كانوا، يعني الا كان بيناتكم شي مشكل ما توصلوش لهاد الدرجه، اراه غادي تحنوا في بعضياتكم، وغادي ترجعوا لبعضياتكم. اراه كما قلت، راه اللحم ما عمره ما يكبر، ما يطوال على الضفر، والانسان ما خصوش يمشي في هذا السياق ويتبع يعني هاد الاخر الملاهي اللي كتلهينا، وهاد الافكار السلبيه، وهاد القلب اللي كيكون حاقود. مادام انكم قلتوا في النهار الاول صافي حنا سالينا وسدينا هاد الموضوع، ايوا سدوه. الا لقى الانسان داك الشخص اللي كيقول اللي كيبدا كيعاير فيكم، الا ما لقاش الجواب راه غادي يسكت. الا لقى الناس كيغوت غير بوحدو راه غادي يسكت، ما لقاش اللي يسعفو. ولكن بهاد الطريقه اننا حنايا نديرو الكسكسو ونديرو الصدقه ونديرو نقولو الجنازه، صافي حنايا دفناه. انتم كتدفنوا الانسان وباقي حي، كديروا الموءوده، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، بغيتو تؤدوه مازال حي. راه هذا الشيء كان في عصر الجاهليه اللي كانوا كيمشيو يدفنوا عباد الله باقيين حيين. حنا الحمد لله رانا في عصر الاسلام وفي عصر الانوار والتفتح، والله ولله الحمد، ما خصناش نوصلوا لهاد الدرجه. وحنا في ايام مباركه مقبلين على شهر رمضان العظيم، احسن شهر في شهور السنه كاملين، 12 شهر، احسن شهر هو شهر رمضان، انزل فيه القران. يعني حنايا في هذا الشهر ديال التهيؤ نهيئوا القلوب ديالنا اننا نصوموا ونعبدوا الله ويغفر لنا الله، ماشي نزيدوا عاد في الذنوب ديالنا ونقولوا حنا يلا قتلنا فلان. هذا الشيء راه حرام، وكنقولها لاي واحد، ماشي غير هادو اللي داروا هذا الفيديو، كنقولها لاي واحد اللي قاطع الارحام ديالو، اللي كيدير من الحبه قبه، يعني كتكون حاجه بسيطه كيطلعها وكيبغي يدير الاخر، كيبغي يدير العداوه مع الارحام ديالو. راه هذا الشيء حرام، علينا اننا نقطعوا الارحام ونقطعوا، ولو انه الانسان يدير غلط. حنايا ما معصومينش على الغلط، كلنا وبدون استثناء كنديروا الغلط، ولكن كما قلت الدم كيوزوز. الدم منين كيبقى خوك ولا اختك ما كتقدرش تحافيه، واخا يكون باقي كيف فيك الحال، دار فيك شي حاجه، دار لك شي حاجه اللي، ولكن خوك ولا اختك ما غاديش يقدروا يضروك نهائيا، ما غاديش يضروك نهائيا، واخا يوقع اللي يوقع ما غاديش يضروك، وغادي يحن يحن، ولو انه يسمع عليك غير شي حاجه بسيطه غير كيضرك الراس ولا فيك الروح، كيبقى يفكر فيك، وكيبقى يدعي معاك، وكيبقى صافي كينسى اي حاجه، ولو انه كيكون واقع سوء تفاهم كينساه صافي، ما كيبقيش يفكر فيه، لانه الدم كما قلت الارحام، الارحام كتحيا، الارحام كيحييها الله سبحانه وتعالى. راه الله سبحانه وتعالى اللي دار فينا هذه الصفه، ولله الحمد، الحمد لله، خصنا نحمد الله انه دار فينا هذه الصفات المزيانه، اننا واخا كنغضبوا ما كنقدروش نستمروا في الغضب مع الارحام ديالنا. نتوما خرجتوا بفيديو، هذاك كيخرج بفيديو، الاخر كيخرج بفيديو، علاش فنوصلوا لهاد الدرجه؟ علاش نوصلوا لهاد الدرجه على شي حاجه اللي قال لي قول، حتى انت قول، ولكن ما تقطعوش وما ديروش الجنازه؟ علاش غادي ديروا الجنازه؟ نتوما يعني كتسبقوا قضاء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مازال مدلو في العمر ومازال غادي يعيش، نتوما صافي كتقطعوه؟ راه هذا الشيء لا يعقل. وزعما يا ربي كنطلب سيدي ربي ما يمشيناش في هاد التفاهات، لانه هادو راه استحوذ عليهم الشيطان، اللي كيديروا هاد الافعال راه استحوذ عليهم الشيطان، يعني الشيطان كيمشيهم كما الخاتم في صبعو. حنايا دابا هاد الخاتم انا نديرو هنايا، نديرو هنايا، نديرو فين ما بغيت، ايوا هكا كيدير لنا الشيطان. منين كيلقانا غاديين في الطريق ديالو كيعجبو الحال، كيبدا يلعب بينا، كيبغى كيقول لنا دير هادي، دير هادي، دير هادي. يعني انا كنشوف داك الانسانه اللي خرجات بوجهها وهما كيديروا صدقه لخوها، خوك 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 خوك، خرجتو من نفس الكرش، خوك خرجتي من نفس الكرش، تربيتو في نفس الكرش، تربيتو في نفس الدار، هذاك راه ماشي خوهم، واخا يديروا اللي داروا هذاك ماشي خوهم، كيتعتبروا اغرباء،
ولكن انتي خوك وسده فمك كديري له صدقه ديال الجنازه. يا ربي السلامه والعافيه. راه ماشي كنقول لك، ولكن انا كنقولها كنصيحه، كنصيحه الانسان ما يدخلش الاغراب ما بينه وبين عائلته وما بينه وبين خوته وما بينه وبين الدم ديالو، ما يدخلش الاغراب، ما يدخلش واحد اخر داخل الغريب غادي يبغي يضحك عليك وغادي يبغي يشوف شنو غادي ديري. هاد الشيء اللي كاين. اما باش يدير لك شي حاجه مزيانه، راه ما بقاوش الناس اللي كيبغيو الخير، ما بقاوش، بقاو غير الناس اللي كيبغيو يزيدوك، زيد يزيدوك للشر. والله يهدينا جميعا، والله يدينا لطريق الخير جميعا يا رب العالمين. تبعد علينا هاد البلاوي يا رب العالمين. كنتمنى ان شاء الله في هاد الايام المباركه يرد بنا الله سبحانه وتعالى اليه ردا جميلا يا رب يا ارحم الراحمين. ما نمشيوش في هاد التفاهات وما نمشيوش في هاد الطريق اللي كلها ضلال. يا رب العالمين ترد بينا جميعا وتعيننا على الصيام والقيام. حنا كنتمنوا يعني ربي يسر لينا العباده، ماشي يسر لينا العمل اللي غادي نبقاو نديرو به، غادي نشجعوا وحدين اخرين انهم يدابزوا مع خوتهم. دابا هاد الشيء راه تشجيع للاخر، راه اللي دار شي سنه حسنه الله سبحانه وتعالى عنده الاجر ديالها، اللي دار شي سنه سيئه راه كيتعاقب عليها وكيتعاقب اللي خدم منها. اللي كينشر هاد الشيء العداوه بين الاخوه، اللي كينشر راه عنده اثم واثم عظيم. علاش؟ لانه الناس النفسيه ديالهم مهزوزه، كيقول علاش هذاك قال وخرج وقال وقال حتى انا غادي نخرج ونقول ونعاير في اختي ونعاير في خوتي ونعاير في خويا. لا، حبسوا هاد الطريقه، راه كتدي للهلاك، كتدي للهلاك هاد الطريق، هاد الطريق ديال الهلاك. الله سبحانه وتعالى ما كيقبلهاش، ما كيقبلهاش نهائيا. كما قلتها وغادي نعاودها، الارحام ذكرهم في القران الكريم، الارحام صله الرحم وصله الارحام والاخوه والاخوات ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القران ديال الكريم. خاصهم يكونوا هكا هكا يدا في يد، ما عمرهم يتفرقوا، ولو يوقع اللي يوقع خاص الانسان يشد هكا في خوتو وفي خواتاتو، ما عمرو يفرط فيهم. هنايا غادي نكمل معكم الفيديو ديالي، غادي نقول لكم مع السلامه الى اللقاء الى فيديو اخر، والله يردنا جميعا الى طريق الحق يا رب العالمين.